اهلا بيكم في حلقه جديده من الريمونتادا والبدايه من مباريات الدوري. والنهارده طلائع الجيش استعاد نغمه الانتصارات بالفوز على بلديه المحله بهدفين دون رد. طلائع الجيش تقدم في النتيجه في الدقيقه 22 عن طريق اللاعب كريم طارق، وبعدها بخمس دقائق بس نجح محمد فتح الله في تسجيل الهدف الثاني. بالنتيجه دي وصل طلائع الجيش لنقطه 14 في المركز الثالث في جدول الترتيب، اما بلديه المحله فتجمد رصيده عند النقطه 7 في المركز 13. المباراة الثانية النهاردة شهدت فوز كبير لسيراميكا كليوباترا على إنبي بأربع أهداف مقابل هدفين. أحمد ياسر ريان تقدم لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 41 قبل ما يسجل فريقه هدفين في 3 دقائق بس عن طريق صديق أوجولا وجون إيبوكا، وأحمد أمين أوفا قلص النتيجة لإنبي في الدقيقة 87، وبعدها سجل سيراميكا كليوباترا الهدف الرابع في الدقيقة 88، وأحمد نادر حواش سجل الهدف الثاني لإنبي في الدقيقة 92. النتيجة دي خلت سيراميكا كليوباترا يحجز مكانه في المربع الذهبي ويوصل للنقطة 13 في المركز الرابع، ورصيد إنبي تجمد عند النقطة 10 في المركز 12. أما المباراة الأكثر إثارة النهاردة كانت بين الإسماعيلي والبنك الأهلي، واللي فاز فيها الدراويش بهدفين مقابل هدف. الإسماعيلي استغل عامل الأرض والجمهور ونجح إنه يتقدم في النتيجة عن طريق اللاعب عمر الساعي في الدقيقة 16، وبعدها سجل أمير مدحت الهدف الأول للبنك الأهلي في الدقيقة 48، إلا أن عماد حمدي رجع ونجح في تسجيل الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة 67. بالنتيجة دي يكون الإسماعيلي حقق تاني انتصاراته في الدوري ووصل للنقطة 7 في المركز 14، فيما تواصل استمرار البنك الأهلي في المركز الأخير برصيد 3 نقط. ونروح لأخبار الأهلي اللي وصل تدريباته استعدادا لمباراة شباب لوزاد الجزائري اللي هتتلعب يوم الجمعة اللي جاي. مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اجتمع مع اللعيبة قبل الميران واتكلم معاهم في جميع الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة. ميران الأهلي شهد نبأ صار للجماهير بعد تعافي ياسر إبراهيم من الإصابة ورجع يشارك في التدريبات الجماعية من تاني، وبكده يكون جاهز هو وأنتوني مودس لماتش شباب لوزداد اللي بيحاول الأهلي من خلال استعادة نغمة الانتصارات في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية. تعالوا نروح نشوف آراء الجماهير لمباراة الأهلي وشباب لوزداد ونرجع لكم مرة تانية. هو الماتش هيبقى صعب بس شويه عشان الفرق الجزائريه بتبقى محتاجه تجهيز قوي وبيبقى ماتشاتها صعبه، ونعم نصيب في الاخر بس يعني الماتش بيبقى مشدود، ويعني اللعيبه في الاهلي لازم تبقى جاهزه لان ده ماتش صعب في المجموعه، وان شاء الله النصر للاهلي يعني، واتوقع مثلا 2-0 للاهلي باذن الله. سهله بالنسبه للاهلي ان شاء الله، سهله هنا، احنا اقوى منهم دفاعا وهجوما، واحنا كيان كبير، الموضوع برضه فارق معانا جدا، الماتش برضه على ارضنا وسط جمهورنا، فالموضوع كده يفرق ان شاء الله باذن الله. الاهلي يكسب الماتش بس مش هيجيب جوان كتير، يعني الايام دي الاهلي مش عارف يجيب جوان كتير، فممكن يكسب 1-0 لو قدر يضغط على نفسه شويه وحسن طريقه اللعب ممكن يجيب 2. هو توقعاتي ان الاهلي هيكسب يعني عشان الماتش عندنا هنا في المباراه وسط جماهيرنا وكده، فالمباراه هتبقى صعبه عليهم. بس اداء الاهلي هو مش احسن حاجه الفتره اللي فاتت، بس يعني ان شاء الله نتوقع الاحسن يعني الماتش الجاي. والله المباراه عشان هنا هتبقى على ارضنا، فطبعا عامل الجمهور عامل مهم جدا في يعني ان شاء الله تبقى خير لينا. يعني شباب بلوزداد برضو بتلعب كره حلوه، بس يعني الاهلي هنا بيعرف يمسك كوره ودايما بيخلص في ماتشات افريقيا، فلا خير ان شاء الله وهيلعبوا وهيأدوا مباراه حلوه يعني ان شاء الله. ان شاء الله لو الاهلي في حالته هيكسب ان شاء الله 2-0 3-0 باذن الله. ونروح لاخبار الزمالك اللي استأنف تدريباته النهارده استعدادا لمباراه الاتحاد السكندري اللي هتتلعب بعد بكره الخميس لحساب منافسات الدوري العام. معتمد جمال المدير الفني للزمالك اجتمع مع اللعيبه في الميرون وهناهم على المستوى اللي ظهروا بيه في ماتش سوار الغيني في تاني جولات الكونفدراليه واللي فاز فيها الفريق بأربع أهداف دون رد. الجهاز الفني للزمالك كمان قام بتصعيد 2 لعيبة من فريق الشباب مواليد 2003، وهم أحمد رفاعي اللي بيلعب في مركز المدافع ومحمد صلاح اللي بيلعب في مركز الجناح.
وبيسعى الزمالك لاستكمال سلسلة الانتصارات الموجودة في الفترة الحالية مع معتمد جمال أمام الاتحاد السكندري اللي بيحاول هو الآخر لاستعداد نغمة الانتصارات. تعالوا نروح نشوف آراء الجماهير لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري ونرجع لكم مرة تانية. توقعاتي ان شاء الله الزمالك هيقضي مباراه حلوه، لان في الايام الاخيره الزمالك اثبت وجوده واثبت بسم الله ما شاء الله، والكابتن جمال معتمد جمال بسم الله ما شاء الله عليه يعني نهض بنادي الزمالك انا شايف، وباذن الله يعني عيون الاتحاد يعني انا شايف الاتحاد كابتن طارق العشري بسم الله يعني هو كويس مع الاتحاد وتمام، بس انا عارف ان الزمالك ان شاء الله هيتقاوم عليه وهيدي اكتر وهيدينا ان شاء الله نتيجه حلوه، ان الزمالك ان شاء الله هيفوز على الاتحاد وبنتيجه كويسه جدا. هو ان شاء الله الزمالك يكسب، معتمد جمال بصراحه ماشي بخطه كويسه والانتصارات بتجيب انتصارات ماشي، بس هو ماشي الاتحاد طارق العشري هيشتغل دفاع وهيلعب على الهجمات المرتده، وعنده مبلولو بسم الله ما شاء الله عليه سريع ماشي، فان شاء الله نعرف نوقفه، معتمد جمال يعرف يوقفه، وبعدين لو الزمالك ضغط من بدري ان شاء الله هيكسب، وان شاء الله يكسب كمان كتير ان شاء الله. باذن الله الزمالك يكسب 3-1 في عز الاستقرار اللي الزمالك فيه دلوقتي مع معتمد جمال، وان شاء الله الفرقه قادره انها تطلع لفوق اكتر من كده، وان شاء الله بكره باذن الله الزمالك هيبقى في حته تانية خالص. هو دي طريقه لعب كابتن طارق العشري على طول ان هو دفاعيا وبتاع زي كده، بس ان شاء الله باذن الله هنكسب ان شاء الله 2-0. ماتش الزمالك هيكون ماتش صعب قدام الاتحاد، خصوصا الاتحاد فرقه قويه في الدوري المصري، عندهم مهاجم قوي كان هداف مبلولو كريستوفر مبلولو، عندنا لعيبه تقيله، عندنا لعيبه جامده في البطولات القاريه وكمان البطولات المحليه، ان شاء الله بننافس على الدوري، مفيش حاجه اسمها هناخد مركز، في حاجه اسمها احنا بننافس على البطوله، حتى لو وقعنا مره واثنين برضه هنقوم ان شاء الله، احنا نادي كبير. يعني هو ان شاء الله الزمالك انا شايف ان هو ماشي بشكل كويس من ساعه لما الجهاز المصري كابتن معتمد جمال طبعا مسك الفريق، ودي حاجه يعني في ثبات في التشكيل عكس ما كنا بنشوف ايام اوسوريو كان دفاع مفتوح، انفرادات كتير بتيجي على الجون بتاع الزمالك، في مشاكل حتى في الضغط على الخصم في الارتداد. دلوقتي الدنيا احسن وفي ثبات، حتى اللعيبه تحس ان هم مستريحين اكتر يعني حتى كده. النهارده حدد مجلس ابو ظبي الرياضي اسعار تذاكر بطوله كاس السوبر الابطال المصري اللي هيشارك فيه انديه الاهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر. اسعار التذاكر هتتلعب في الامارات خلال الفتره من 25 ل 28 ديسمبر الحالي، وهتتراوح بين 85 درهم للدرجه الاولى و7 درهم للدرجه السابعه. ونروح لأخبارنا العالمية. والنهاردة أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمحمد صلاح نجم الفريق، وأكد أنه مش متأكد أنه ممكن يدرب لاعب زيه تاني. كلوب أكد أنه تطور محمد صلاح لا يصدق وأنه من الأعظم على مر العصور. كده تكون خلصت نشرتنا النهاردة، ومكملين بعد الفاصل مع كابتن ميدو.